محولي بالنيابه عن فريق مجله الشكمجيه بالنيابه عن نظره للدراسه النسويه اني اشكركم كلكم لحضوركم واتمنى ان انتم تنبسطوا معنا الليله. من سنتين فاتوا كان الشكمجيه عباره عن مجرد فكره او حلم ان احنا نقدر نتواصل مع الشباب من خلال فن الكوميكس ونناقش قضايا بتهمهم وبتخصهم. والنهاردة الشكمجية أصبحت حقيقة بين إيديكم، واسمحوا لي أخص بالشكر المعهد الفرنسي، استقبلونا واستضافونا هنا في المعهد في المكان الجميل ده عشان نعلن للعالم إطلاق أول مجلة كوميكس نسوية. We are very, very, very proud to participate with Nazra for this publication. I'm very happy to organize this night. أنا مبسوط إن المجلة طالعة من مؤسسة زي نظرة، يعني إنها ليها هدف معين عاوز تناقش قضية معينة، مش مجرد مجلة ترفيهية يعني. بصراحة ده كان ناقص القضايا دي إنها تروح للناس بالأسلوب ده. زي المجلة دي، زي مركز نظرة، زي مبادرات تانية كتير، أو مزيكا أو أفلام، كل ده إحنا محتاجينه عشان المجتمع يتطور، عشان المجتمع يبقى فاهم، عشان يحصل توعية، عشان حاجات كتير قوي. تجربة العمل في المجلة كانت حلوة لأنه شفت رسامين تانيين عندهم وعي بقضايا المرأة وتعاوننا بشكل جيد، وأعتقد إن مش أول عدد هو اللي هيبقى أقوى حاجة، الأعداد القوية هتيجي أكيد في الطريق بعد كده كمان. جميل فيها ان احنا بنتناول مشكلة التحرش او الموضوع ده بشكل مختلف، ان هو شكل كوميكس، فده طبعا انا شايف ان هو بيساهم اكتر في حل المشكله بعيدا عن الكليشيهات اللي موجوده او ان انت تتناولي الموضوع بشكل كلاسيكي. يعني العدد كله بيدور عن فكره التحرش او الاذى الجسدي اللي بيقع على المراه، وهي واحده من اهتمامات مجال مؤسسه نظره. في فنانين كتير بنات واولاد مشاركين في العدد بكاريكاتير وكوميكس ومقالات. المجلة ظريفة، والفكرة فيها مش في الرسم أكتر ما الفكرة فيها في الأفكار الجريئة اللي فيها. الأفكار هي اللي عجباني، وإن في نفس الوقت كل واحد فيها موظفة بالطريقة بتاعته، فده كويس فيها. وجهة نظري إن هي ممكن ما تبقاش مباشرة، يعني فيها تبقى فيها شوية إسقاطات، لأن المباشرة دايماً مش كويسة. خصوصاً في الحاجات اللي زي دي يعني، أو خصوصاً في الأمور اللي زي دي. المجلة طبعا تجربة جميلة لأن هي فيها مجموعة من الرسامين والكتاب المميزين، وبتتناول موضوع على قدر من الحساسية في إطار أكثر بساطة من التعقيد اللي بيتم تناول بيه هذا الموضوع دايما يعني. فرغم أن المحتوى يعني أغلبه جاد قوي للكوميكس، بس برضه هم نجحوا أنهم يوصلوا الرسالة اللي المفروض توصل. Thank you.